انا احباب نطلب من الله القدير انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وعافيه جيده ان شاء الله. الفيديو هذا خوتي راه مهم بزاف خصكم تصنتوا ليه كامل لانه فيه شي حوايج راه ربما يكون العديد ديال عباد الله ربما وقع لهم بحال هذه المساله هذه اللي وقعت واحد الصديق ديالنا ديال القناه اللي غادي تسمعوها يعني غادي تسمعوا الحكايه ديالو كامله كيفاش عاودها ليا. يعني حضيو راسكم حضيو راسكم اخوتي بزاف قبل ما تشوفوا هذا الفيديو هذا اخوتي ما تحرمولاش من الدعم ديالكم للقناه وتخلوا لنا شي لايك وشي تعليق زوين محفز ونخليكم مع الفيديو. اخويا نور الدين عاود لي من الاول كيفاش وقع لك بالضبط كيفاش وقع لك من الديبار سمعتيني؟ الو 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 كنسمعك كيفاش وقع لك من الاول كيفاش وقع لك من الاول كيفاش وقع لك الو الو نور الدين يلا عاود عاود لي من الاول كيفاش وقع لك انا كانوا كيعطوني 300 يورو شهرين واحد الشهر قال لك حقا كنتي مع المراه عاود دوموندا بحال شهر شهر على كذا خلصوني شهرين قطعوه عاود مشيت قال لك خاصك تعاود دوموندا على حسابك انت المراه مات كذا ما بقيتيش معاها وبين عاود دوموندا خلصوني ثلاث شهور فيفري حبسوا علاش حبسوا قلت واقيلا طالع الليزي عندي ما طالع 7000 هي كيعطوا الناس على 7000 مشيت عندهم النبس قال لي يا ودي الخدمه داخله لك هادشي عندك 7000 دير لنا ليزي كورينتي مشيت درتو عطوني فيه 6000 طايح حتى الارض فيها النبونة من حقك الريديت من حقك مشيت عندهم عاود مشيت بلاتي عاود مشيت عندهم قال لك راه غيخلصوك في الشهر الجاي غادي تخلص صافي دابا ريديتو عندك مزيان ما خلصوني ايزي مزيان ايزي عندك مزيان ايزي ايزي عندك مزيان وصلنا لمارس وصلنا لهادشي قال لك اسيدي جيب لينا ورقه مع الفرنسا وفرنسا خصك شهر او ثاني دارنا لهم علاش الورقه مع فرنسا علاش؟ اي بلاتي قال لك شوف عندك شي كريدي الكريدي ديال دخينا اللي واقع اللي طايح دابا هادشي كمل 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 القصه كمل قال لك اودي خدام عندك شي واحد انت في لافامي انت واحد ما خدام انا ما عنديش واحد في لافامي عندي مرتي مات اذا كانت المراه راه مات ايه بغيت ورق ديال الموتى هي جبدها لي مزيان قال لي قالوا لي سير جيب واحد الورقه من فرنسا درنا فرنسا شهر عاود باش تسناو تسنينا مارس فات جماي مشيت عندهم قلت لهم ديك الورقه ما فيها والو قال لي الفرنسا راه ما عندك والو ها اللي عندك 1000 وشي حاجه ماشي مشكل الناس راه كتخ مشيت عند الكاف عند هذاك المغربي ما فهمت حتى حاجه قال لي واش شي عندك غريب انت الواحد اللي كنشوف علاش بغيتي تقول لنا الخلاص ولا الريزيدينسا ربما ما هادو ما قالوش هي نفس الريزيدنسا ما جبدوهاش عندهم كطلع لهم داك الشيء مشيت خديت ديك راه قلت لك خديت الريزيدنسا درت عليها بونتامينتو خديتها ديك النهار تخاريت معاهم دخلت عطاوني ستوريكا ستوريكا عام ديال الريزيدنسا رجعت عند نفس قال لك اسيدي رجعت عند نفس دخلوني عند هذيك خيتنا ما كنت ندخل عند واحد خيتنا كيبقى يقلب ويدير ويقول لك صيفطني هاكوك عييت طيب طيب درنا لهم ليزي درنا جبنا البوستا باكات وداك الشيء ديك المره كل شيء طلع نزل دايما شهر شهر ونص وصلنا لهذاك الشهر اللي فات هذا الشهر اللي فات هذا الاخر ملي مشيت لقيت عطاوني النمره عطيتها هذاك قالت لي راه ستوبات بيركي تشي كونترول قلت لها كونترول بوي قالت لي كاين اش كاين عندي معاك نتوما قالت لي خاصك تخلص قلت لها اش غنخلص وريني اش نخلص ونخلص بالتقسيط نمشي ندير التقسيط ماشي مشكل ماشي مشكل عطوني رزقي قالت لي قلت لها واش شهور تقطع بجي راه تكون ماشي تخلصتو قريتو في هادشي هي تدخل داخل وهي تضرب الكمبيوتر وهي تجبد لي خينا اوراق عطاتني كتاب فيه الخلاص كتاب 4000 اورو 600 ولا قول 5000 اورو جاي هادي لحتهم لي فوق الطابله مخلوعه عقت بها انا اقسم لك بالله راه عقت بها هادي علاش لحتهم لي فوق الطابله قلت لي باي باي داري كويستو سي بوي ريديتو حسيتي الله الله قلت علاش عاملتني هكا ولحتهم وهربات الفيرسي انا باي باي باكاري مشيت عند الكاف في الاول ما فهموش الكاف قال لي ودي هادشي ما الناس راه عندها 10000 وكيعطوها ريديتو اخر اللي عنده شركة ولا ما عرفتش عنده من الروينة ما فهمتش الوراق كاع ما خليتهم كتر كتاب عطيني كتاب هو انا قاعد ديال الكتاب المهم ما عليناش عاود مشيت عند الكاف اللي حدايا قال لك اودي ما فهموش ما كيدوش 900 حتى رجعت البارح عند هذيك خيتنا اللي كنا مشينا عندها مشيت انا والبيجا البارح
حلبات في الاول قالت لي ما فهمتش خاصك فين درتي الدوماندا؟ قلت لها هو الدوماندا داير انا بكرير في البوسطه باش هو مشكل تخلبي هي ظريفه وداك الشيء قعدت تقلب تبحث تبحث واحد الوقت جيت تنتبه قلت لي انت شكنيت؟ راه عندك راه عندك عاوتاني راه عندكم الاوراق ديالي دير لي شي اسميه اخرى راه كيغلطوا لي راه كيجي واحد الجن ديالي راه كيدخل معاكم راه كاين حداك تسول بك قلت لها الجن داخل مع هذا وهي تعيق ضرب هذاك الجن ديالي اللي مضارب مع الاخر دخل عندها قال لها راه هذا الشيء بغى يخلص على واحد اخر فلوسها ما تمشيش عند الاخر هي تقول لي بغيتك ما بغيتش عندك ماورو هذه باش من ماورو قالت لي انت راه هادو ديال واحد سيت سميتو ماورو ياك البجا قلت لها شكون هاد ماورو دي فين نعرف انا شي ماورو قالت لي بعدا بلاتي نضرب هي تضرب قالت لي انت ما عندك حتى علاقه مع تورينو نهائيا قلت لها ما عندي حتى علاقه عندي القنصليه لا جاتني شهاده من القنصليه راه هي هادي وقالت لي هادشي راه غلط كبير وما فهمت فيه حتى حاجه علاش تخلص انت حتى واحد شي بانيه دارت تروفا قلت لها قالت لي ندير الكوماندا للفينانس ترجع عندهم يعني بحال الديكلاري لان خيتنا دارت معاك تروفو راه جيت معطل نسحب لي من الجمعه والخميس جيت انا باجا باش يركب جينا معطلين شويه راه عامره الدنيا وقلت نمشي عندهم نهار الاثنين غدا ماشي الاثنين تنقول الاثنين نسحب دايما من الجمعه حتى نصبح عليهم بكري ونجي نتهز عادي ورقه مصور وانت ماشي السميه ماشي السميه في الاول واش الوراق انت ماشي السميه ديال السيد في الوراق اللي عطاتك في الاول انا صيفط ديال السميه ديال السيد وكل شيء وما في سميتي حتى حاجه وما كاينه سميتي نكزيت با في هاد الوراق كتاب ورقه الفات هاد السيده تلفات علاش تلفات وانا حداها ومشات بوراقي عطيتها عطيتها وراقيك انت عطيتها وراقيك ويا ودي عطيتها الوراق وجدات لي الوراق الاخرين ديال النبسه اللي فيهم والو واش هادي الحمقى هادي ما شافش السميه ديالك هي لا 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 عقت انا كاين واحد خينا تم كنت لقيتو ديك النهار قال لي انا نفك لك الداخل لا عندك شي مشكل اذا دير الليد مع هذاك كتعطيك يلقاك في الباب كيقول لك اجي عندك شي مشكل خرج من الباب الوراني ما بنتش ليه كل شيء عنده غيقول لي ارا دوك الوراق يدخل غدا وراني كيدخل عنده ويردو دوك الوراق يشركوهم عاد نسير بحالاتك شنو راه لقيت واحد هادو راه في الامس هادو راه خدامين في الامس هادو خدامين في الامس واحد في الباب ما خدامش معاهم ولكن عنده راه وراني هذاك عطاني التليفون وشركته ذاك المره بنادم مسكين عندك اي مشكل نفكوا لك هادي بنادم مسكين ما قاري ما والو بنادم ما قاري ما والو مسكين غادي يحسب داكشي ديالو هو يعني يشد ما عنده الوراق يشد ما عنده دوك الوراق يقول انا نفكوا لك بجوج دقائق يشرقهم ويدخل لداخل ويخرج يقول لك راه واحد 50 اورو والو اخر غادي اخر غادي تقول له عندك 10000 اورو خصك تخلصها وهو يجي عندك يقول لها انا نحل لك المشكل راه 100 اورو ربما كاع الشركه ربما هي مشاركه مع هادو في هذيك البارتي راه جيت بيا فينتي ستامبري ما بقيتش عاقل على النيميرو ديال التليفون ديالو المهم ما غاديش نتقلدوا ولا نظلموا شي حد عاوتاني ما يقدر يكون خطا يقدر يكون شي غلط هذا وقعت فيه هي يا ولا شي حاجه الله اعلم ما غاديش عاوتاني نتهموا الناس عاوتاني بشي حاجه فهمتي ما تقدرش تتهم حتى شي واحد يقدر يتهم وانا غندخل نقول لهم عطوني المدير تروف انت غادي غادي دير كما غادي تسيدي حيح ديما حيح مع البوليس غادي غادي دير غادي غادي دير حتى في فينانس تقول لهم فوالا راه اللي كاين ولكن مشيت الامس وواحد السيده فوالا هي شطاتني لا نمشي دابا نمشي لعندهم نيبس نيبس نشوف المدير فهمتي ندخل عند المدير الاوراق راه صورتهم ندخل عند المدير نقول لها كاينه كاين شوف لي اشنو المشكل اللي عندك تخلص او ما تخلص حيدوا عليا راه تصدعتوني سبعة شهور وانا طالع نازل نجيب هادي نجيب نشوف في الاخر نجيب الاخر عطيني نخلص مولطا صيفط لي هذوك الوراق نشوفهم صيفطهم واخ تتصور وتقول صافي دابا المشكل ديالك غادي تحل انت دابا صحابك ما قاري ما والو راه داول الشيء توقع دابا بزاف ديال الفساك اللي ما قارينش تضحكوا عليهم دابا تمايا هادشي راه قلتو انا دائما كنقولوا تبقاو تضحكوا على عباد الله الواقع هو هذا الانسان اي ورقه يعطوها ليه يتاكد منها ويديها شي واحد يقراها ليه لا ما قاريش كاع يديها لا راه عرفتيني راه ديك المره والله هي واخا تكون قاري واخا تكون قاري انت تمشي عند عطيتي هاد الدوكيومنتي ديالك بقدر تضرب جبدات لك الوراق حتى انا راه نقدر ما نقراهمش نقول صافي الاوراق ديالي راه سميتي راه شافت قبل ما تضرب لي ايبس ما تطيق اصاحبي غادي تطيق غتقول لك لا فلان عندك هذا عندك وعندك غادي تطيق
غادي تثق، اي واحد غادي تثق، ما غاديش اي واحد غادي تثق، اي واحد غادي تثق، ما غاديش تبقى يديها في السميه، ما غاديش عاوني دماغك، عاوني دماغك نو، عاوني دماغك مشغول، عاوني دماغك مشغول غير بديك 4000 ولا 5000 اللي سمعت لي. واش قلت لي كوري تارك ذاك النهار شفتيها انت وقلتي لي لا ما شفتهاش؟ لا قلتها لي ولكن ما شفتش الورقه. ما تثقش انا. لا لا كنت شفت الورقه. انت كتب شطون. لا ما شفتهاش. لا ما شفتهمش، ما شفتهمش. وهذاك هذاك اللي في الكاف شاف الوراق وقلبهم قال لي غريبه باش يحبسوك على 4000 اورو نتايا. فهمتي؟ يحبسوك هذه على 4000 اورو. لا لا هذاك اللي في الكاف هذاك هذاك المغربي اللي تمايا ما شافش سميتي وكنيتي. تا هو ما شافهاش. قال لي غريب عندك هذا الشيء. قال لي خويا سير شوف شوف قلب على راسك. شتي وانا دابا كون كنت لاباس عليك عندك فلوس تمشي تخلص واحد اخر براسك. غادي تتخلص يا رقي وراه تيصيفطوا لعباد الله بوليطات كاع حتى للدار كاع وتيخلصوا عباد الله. ما شاء الله ما شاء الله وصافي ما شاء الله وصافي. الله يدير تا هو ديال الخير وصافي. هادشي اللي كاين. يلاه نور الدين تنعاودو نتسامو ان شاء الله واخا؟ يلاه. اي اي. يلاه تنتسامو من بعد ان شاء الله. المهم اخوتي كما سمعتوا معايا القصة ديال هاد المغربي هادشي راه غريب هادشي المسألة الخطأ بحال هاد الشكل هذا أن موظفة في الإمس يعني ترتكب خطأ بهاد الشكل هذا راه شيء يعني فظيع هادشي راه خصو يتحقق فيه. دابا السيد كما قلنا كون كان عنده الفلوس راه كل مشى خلص هذيك 4000 الاورو ولعلم الله ربما بزاف ديال الناس وقلا غلطات اليوم تا هما بهذا الشكل هذا. هذا ما واش هذا خطا من مقدر ما فهمتش انايا لا السيد عطيها الاوراق ديال التعريف ديالو فيها الاسم ديالو ماشي طالياني مغربي عطيها يخلص في اسم ديال واحد طالياني وعطيها الوراق ديال واحد طالياني يمشي يخلص. هذا الشيء راه خطير خطير بزاف. الانسان اخوتي يحاول دائما يتحقق من جميع الاوراق اللي تيجي والبوليطات اللي تيجي وتاكد منهم وراه بعض الاحيان حتى البوليطات يعني راه كاين اللي تيخلص من دوبله مثلا ديك المولطه مثلا تجي للدار احتفظوا بالاوراق اي ورقه خلصتوها احتفظوا بها ما تلوحوهاش لانه بعض الاحيان راه تقدروا يغلطوا ويصيفطوا لكم عاوتاني نفس المولطه باش تخلصوها. وانتم تشوفوا يعني هذه القصه ديال هذا المغرب. المهم هذا الشيء اللي تكلمنا فيه الدخل المواطن والريديت والشطادين والمشاكل ديالو غير باش تبقاو يعني غير باش تبقاو يعني على معرفه بجميع ما يحدث وتكونوا على علم بجميع المستجدات في هذه المسائل هذه. وغادي نجاوب واحد السيد يقول لك هذا السيد تيهضر على دخل المواطنه هذا السيد ضدنا. انا ما ضد حتى شي واحد. انا بغيت الريديت والشطادين يعطيو لكل شيء. انا ما ضد حتى شي واحد. انا فقط يعني توصل لكم يعني الاخبار اللي كاينه والمعلومات اللي كاينه تنحاولوا نفيدوا بها الناس. وبعض الاحيان يعني راه تقدر تفيد بزاف ديال الناس يعني اللي تتصلوا بيا وفعلا تشكروني تقول لي اخويا الله يرحم لك الوالدين يعني راه فعلا هذيك المعلومه اللي قلتي لي راه فاتني. المهم هذا ما كان في هذا الفيديو هذا. ما تحرمونش من الدعم ديالكم للقناه ونتلاقى معكم في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.